وما قدر الله <سؤال> حق قدره إذ قالوا <سؤال> إذ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطعوا وَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إن الله فالق الحب والنوى والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون {وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَّ النَّخْلِ وَمِنَّ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وينعه إن في ذلكم لآيات لقومي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء. وهو بكل شيء عليم